الطفل يوسف احمد اسماعيل 9 سنين من زفته في الغربيه، راح صندوق تحيا مصر وتبرع بالمصروف بتاعه اللي جمعه تقريبا في يعني ما يقرب من 3 سنين، 3 سنين اللي فاتت جمع اهو صورته، اهو الطفل يوسف احمد اسماعيل عنده 9 سنوات قاعد اهو قدام الحصاله بتاعته. أصر بنفسه، يعني والده قال له طب نروح نوديهم البنك، قال له لا، عايز يروح بنفسه لمقر صندوق تحيا مصر. اتبرع بالظبط ب 3000 جنيه و 345 جنيه، دول اللي هم الجنيهات اللي عليها شعار قناة السويس، لأنه هو لما شاف، وأعتقد إنه لما شاف الرئيس وهو معاه الطفل الصغير في افتتاح قناة السويس، هو لابس لبس الجيش أهو، فكان عايز يروح ال يعني كان عايز يروح الافتتاح بتاع قناه السويس، قرر انه يجمع مصروفه ويروح لصندوق تحيا مصر النهارده ويتبرع من اجل تنميه سينا. روح الحقيقه مهمه جدا، ونموذج انا بحطه قدام كل الناس في مصر، لانه صغير والكبير وطالب والموظف، كل حد معاه حاجه يقدر يديها للبلد يقدر يديها، يعني ما بقولش انك تدفع حاجة يعني اكتر من طاقتك، لان ده نموذج كويس. خليني اسمع من الاستاذ احمد اسماعيل والد الطفل يوسف صاحب المبادرة يعني الرائعة بانه راح اتبرع بمصروفه كله لصندوق تحمس. استاذ احمد اهلا بيك يا فندم. لك يا استاذ محمد. اهلا بيك، انت من زفتة مش كده؟ من زفته، من قريه حانوت. زفته بلد الحبايب والله يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا استاذ محمد، راجل محترم حبيبي. قول لي بقى ايه حكايه يوسف، وفكر في الحكايه ازاي، ورحتوا اتبرعتوا ازاي؟ هو البدايه جت من حوالي، انا كنت عامل له الشهاده بتاعته بتاريخ 9/4/2014. طبعا لما الرئيس شرع في موضوع قناة السويس وبعد وعمل مبادرة ان الناس تروح والاطفال تروح وبتاع ومش عارف ايه، فيوسف لما سمع الكلام ده قال يا بابا ما تيجي تروح. قلت له يا يوسف ده في برنامج اكيد في ناس دي يعني بتروح عن طريق جامعات، بتروح عن طريق حالات، عند المفروض وزارة التربية والتعليم تطلع لكم رحلة مثلا. فطبعا انا قدام الطفل ده انا طب انا اوديه ازاي؟ ما هو لازم يكون في مثلا برنامج، ممكن نروح السويس ونرجع تاني، واخد بال حضرتك؟ فقلت له يوسف هنشوف في الافتتاح كده. فالمهم في الافتتاح ما برضه ما فيش نصيب ان احنا نروح الافتتاح. تروح هو بدا بقى يجمع العمله اللي على الصك بتاع قناه السويس. الجنيهات الجنيهات والنص جنيه ده اللي عليه شعار القناه بدا يجمع. فلما الرئيس بعد موضوع الحرب اللي في سينا، اللي هي بالعمليه الشامله، العمليه الشامله اللي في سينا دي، قال لي يا بابا قاعد معايا كده، على فكره من اشد المتابعين قال لحضرتك برضه متابع يعني سلام لي وسلام لي يوسف، ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك يا استاذ محمد، من الناس المحترمه الوطنيين. سلام لي. ربنا يخليك. فلما بعد العمليه الشامله بقى قال لك ايه؟ المهم بعد العمليه الشامله دي جه في التلفزيون بقى ايام 73 والناس بتتبرع للجيش والاغاني وام كلثوم والحاجات دي كلها. فالمهم فوجئت لقيت يوسف بيقول لي يا بابا الحصاله بتاعتي، طب ما تيجي نوديها للجيش. قلت له ربنا يحميه والله. فلوس. قلت له يا يوسف الجيش محتاج اللي يطبطب عليه، اللي يرفع من روحه المعنويه. كده. فلما الرئيس نزل المبادره الثانيه بتاعت تنميه سينا، قلت له رايك الرئيس نزل المبادره بتاعت تنميه سينا، هنروح البنك انا وانت يا يوسف ندفع الفلوس دي هناك. قال لي هو الصندوق فين؟ قلت له في القاهره. قلت له يا يوسف المسافه ما بيننا وبين الصندوق حوالي 150 كيلو. طب وايه عن الروح؟ لما لقيت عنده الدفع ده حتى لو 10% انا نمي الدفع ده خليه 100%. صحيح. قلت له اقسم بالله الصندوق ده لو في اسوان ده هاخدك واروح. هاخدك واروح. الله ينور عليك والله. لو في اسوان انا هاخدك واروح. الله ينور عليك. المهم فعلا تواصلت مع الصندوق مع الاستاذ مصطفى. مصطفى هداوي. وحدد ميعاد معايا امبارح، يعني بصراحه يعني اقسم بالله استقبال هناك يا استاذ محمد مش عايز اقول لك. ناس في منتهى الاحترام، كان الاستاذ ريان ولا حاجه. طب انت يوسف يوسف بقى لما راح عمل ايه؟ انت يوسف جنبك يا استاذنا، يوسف جنبك؟
معاك يا استاذ طب ما عمرو، عايز تدوني اكلمه؟ ادوني ادوني في 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 حاجه، في حاجه صغيره دكتور محمد اتفضل ديكيوز اتفضل معلش. اتفضل. المهم لما رحنا هناك بصراحه استقبلوا استقبال قيم جدا. طبعا يوسف بقى رايح بالزي العسكري بتاعه الجميل. ايه قصه الزي العسكري؟ الزي العسكري اخو داخل الحمد لله داخل حربيه السنه دي، ثالثه حربيه السنه دي. وعلى فكره يوسف ده شاف الرؤيه له قبل ما يخش بحوالي 5 شهور، لا لاخوه كشوفات والحاجات دي. يوسف صباح الصبح قال لمامته محمد هيخش حربيه وانا هسلم على الريس. ده محمد الكبير، محمد الكبير ابنك. محمد في ثالثه حربيه الحمد لله. ربنا يكرمه. ربنا يخليه. وقال لها محمد هيخش حربيه السنه دي يا ماما واني هسلم على الريس. قلت له طب محمد دخل حربيه يوسف بقى، طب واحنا هنجيب الريس نسلم عليه ازاي؟ فالمهم رؤيه يوسف تحقق نصيه، لسه النص لسه النص الثاني ان شاء الله يتحقق، ان شاء الله يتحقق. لسه النص الثاني بقى. وطبعا تهنئه خاصه للرئيس السيسي. وعلى فكره يوسف من مصروفه الخاص عامل لوحه كبيره جدا عليها صورته وصوره الرئيس بيدعمه في ايام فتره الانتخابات، وكان معلق في البوكات، وكانت حاجه جميله. اديني خلي يوسف بقى يكلمني. خلي يوسف. الاستاذ محمد معاك يا يوسف، عايز يكلمك. يلا. السلام عليكم. يا يوسف يا بطل ازيك؟ الله يسلمك. قول لي بقى انت كنت لميت كام في الحصاله بتاعتك؟ 335 ولا 45؟ انت هتسمسر 10 جنيه ولا ايه؟ 345. 45. ايوه. طيب لما رحت النهارده انت كنت مصمم تروح الصندوق، لما رحت الصندوق بقى قابلوك ازاي؟ وانت كنت يعني ايه حاسس بايه وانت هناك وبتدفع المصروف بتاعك لصندوق تحيا مصر؟ اتبرعت للصندوق تحيا مصر سميت فينا الجيش. طيب انت استقبلوك هناك كانوا مبسوطين بيك فرحانين بيك؟ طب انت قول لي. انت فرحان، انت عايز ايه؟ عايز تطلع ايه يا يوسف؟ اطلع ضابط جوية. ضابط جوية. طيب ربنا يبارك لك ان شاء الله. قول لي تقول ايه لكل بقى الطلبة في المدارس، اصحابك في المدرسة اللي زيك في كل مدارس مصر، تقول لهم ايه؟ بيتبرعوا. يعني مصروفهم ويتبرعوا بيه. طيب انا بشكرك يا يوسف، انت بطل، وبشكر والدك استاذ احمد، بشكرك جدا. وبقول لحضراتكم ده نموذج، يعني نموذج من طفل فيه عنده روح المبادره. يا ريت كل اللي يقدر عشان بس ناس ما تفهمش المساله غلط، اللي يقدر، اللي يبقى عنده حاجه يقدر يقدمها للبلد يقدم.